ما عندي زعل طلعتها من حلقي دقيقه اصبر ودك تقول شيء القوافي يا شيء في خاطرك شيء اي والله في خاطري اشياء سوي خلو اسلم خلو من قال سالم يا الربع عندنا بنوحد المجلس بسالفه ولا بسؤال واللي بيطرح علينا سالفه ولا سؤال يقول انا عارف ولا سولف سولف اسمع صوت بس ها قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله انا سالفتي وعفاكم يا عيال انا مرني توتر ما قد مرني في حياتي كلها ها انت متوتر شوف عيال انا مشكلتي اتوتر ما يبين ده والله بايس والله يبين والله كلنا نشوفه والله تدرون بسم الله عليك مثل البرايم اللي راح انت اي والله كنت متوتر واضحك عيني على رجولك تقول بلاك من اللي انت رجولك والله صدق تدري ايش مشكلتك وين ايش مشكلتك وشو انت مشكلتك انك فيك ربشه ارتبش شوي ترتبش انت فرط حركه وعندك فرط حركه هذه انا لاحظه فيه يبيك تروح على البر تحط رجلك في جاء سؤال والرجال استعجل لو انه فكر الله انه بيجاوب صح اجل 20 تقسيم اي لا بقول لك 20 مو ب 20 اسولف له عن قصه هارون الرشيد العباسي وجاء السؤال في نفسه قبل بعطيكم ذا يوم جاني السؤال مثل حق التقسيم انا دفنتها بالثقه تعرفون كيف دفنتها بالثقه بس 20 تقسيم 4 5 او كيف 5 لا وجاي قد الا 20 تقسيم 4 20 تقسيم 5 انا قريتها وظن اني في عالم ثاني وقتها ما ادري انا في البرايم انا مع معكم يا اخوياي ما ادري وين مخي صار تخيل شلون حاضر احنا بنصيح لا 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 والله بنسحب عليه شوف ترى ما احب ذي الحركات والله العظيم انا شايل هم بس انكم تسوون كذا ما بيكم تسوونها انتم معي لكن اللهم صل على محمد توتر انا مش كنت ادري متى شفت ابو جديع خلاص يوم قال النتيجه تعادل في ثلاث اسئله الوجه اول ما تصفط من هنا بقول لك انا صار من هنا قام يرجع اي والله صراحه قبل ما يعلن النتائج كنت كذا كنت اي كنت احسب انهم متقدمين قلت يعني ماخذين كم درجه في الاسبوع وكذا نسيت الخصم اللي عليك ها نسيت الخصم اللي عليك نسيت الخصم اللي عليك وصار علي خصم قلت الخصم خمس درجات صار خصمين علي خمس درجات ثانيه هو زعل من هو عاد اذا ما حضرت 10 اذا ما جيت في الوقت المحدد 10 5 لا لا 10 الاولى وخمسة ثانية يا ولد لا 5 5 كنت صاحي 5 الاخيره تخيل نفس الاولى يا الربع والله العظيم اني ادخل الفقره ما بدت كيف يجي خصم ما بدت الفقره صح لو انها باديه ولع النور خلاص يا اخي ترى اقول لك شيء يا اخي بقول لك اسمع ترى احنا حتى خصمين علينا اسمع ما قالوا خصمكم قالوا خصم علينا صموا اثنين صموا اثنين والثالث مستاذ شوفوا عاد ما علي من خصمي خلوا بعدك انا اتكلم عن نفسي انا خصمي هو اللي بغى يوديني في داهيه انتم معي يوم جاء بيعلن النتائج قلت يعني خصم خمس درجات ان شاء الله ما هي ضاره وانه جايبين درجات بيسر هوا شويه تفاجئ عليه تعادل هنا زاد التوتر ايوه هنا هنا فهد بدا يحسب للبرايم الحساب ايه انتم معي والحمد لله غدا البرايم ذيك ها وش بدا تجيك خلاص بقول لك عقب ما ظهرت عادل قلت انا اللي طالع حطيتها انا اللي طالع خلاص عادل انا وش عادل وش تبعه هذا ينقص انا قلت انا اللي طالع عقبها انتم معي شوي السؤال الاول تعال عاد بعلمكم وش اللي يقهر والله يا الربع حول اربع اسئله ان الجواب الاول اللي كان بكتبه الصح اني غيره واروح له الخطا مثل السمك بعترف بشيء بس ان شاء الله القناه ما هي بخاصمه بعترف بشيء لا تعترف لا لا بعترف بعترف والله طالب طالب يدخل على الوليد هنا طالب خلوا لي يعترف طالب عادي عادي ما فيها شيء ايه مسلسل خلوا والله ما فيها خصم ان شاء الله استاذ وليد اللي بخاطر استاذ وليد احنا عرفنا من اليوم سؤال استاذ وليد الحق علينا الله يرحم والديك خليه يتكلم مثل يقول ايه يا بنت خلي جلد وقف لجلدك خلي حتي يتكلم خلي حتي شرب ليس واحد شوف يا راسي راسها خلي حتي ابغى اتكلم لا تقطع سالفه الرجال اسلم الله هذا اليوم سؤال الكافيار وش قرار فصل تكفى يا فلاح خليه يتكلم مثل اليوم سؤال الكافيار يوم قال السليمون والحفش وما ادري وش والله العظيم اللي في راسي خلاص اني بكتب الحفش اشوف سعيد حركاته توتر سعيد قحطاني من مدرج انا مدرج كذا صوب مدرج طويق ما يعرف بس كذا قلت يمكن يشير لي اشوفه يقول كذا ويحرك اصبعه احسب انه يشير على رقم واحد صار مو بصوبي بس انه من رقم واحد الاختيار الاول قلت بس سعيد يلمح لي اقول سعيد يلمح لي بختار سلمون انا كان بختار حذا شو تلغش نهايته
المهم اختار السلمون تطلع خطا يرقعها الحين. المهم قلت استغفر الله العظيم هذه نهايه الغش ما يروح ديرها الغش. لذلك خذها قاعده لا تفكر انك تخش. لا انا ابي اغشك الثاني المهم فصيل. ايوه والسؤال الثاني والسؤال الثاني اللي بغيت احله انا جاني يوم حلبه المصارعه يوم حلبه المصارعه يوم قال ثلاث ولا اربع ولا ست الخيارات الاجابه الصحيحه اربع اللي في راسي بختار اربع بس كنت افكر اتذكر انا تابع مصارعه قديم قلت الحبال اللي في المصارعه ثلاثه اكيد انها تجي ثلاثه اقدام يعني على على الحبال يعني ثلاثه الاجابه كانت في بالي الاولها اربعه واخترت ثلاثه هذا اللي يقهرك زياده انك تعرف الاجابه وتغير عنها فهمتوا؟ من غشنا فليس منا من غشنا لا هي شف عظه وعبره وسعيد الله يسامحك روعني بقول لك روعني في نص اسبوع وهقني في اخر اسبوع يا اخي احركها لا تكثرها يا سيد الله يرحم والديك لا تحرك لحظه دقيقه كذا لحظه انت تم واحد من فريقنا ما غشك ما غشني يا قلت عني حتى لو انت وش اللي خلاك انك تنظر في الرجال انت عندك شاشه اقول لك ابك اسمع اسمع انت لحظه هذا يحضر سؤال لحظه انت عندك شاشه يا فهد وعندك هاني يعلمك يقول لك قدامك حط لك شاشه كبر جبتي قول لا اله انا اقول لك سعيد على نياتها مع حركاته ذي اللا اراديه انا وقت البرايم انا وقت البرايم وانت ليه منك تنظر انت ليه تنظر سعيد معطيك كيف يغششني انت ليه تنظر انا في بالي قلت يمكن يساعدني عندي سؤال الحين يعني انت وذكرتها انا انهبلت يعني قلت انت ما معك مخ ما معك راس ما فيك عقل هو عقل ما فيك بس كيف كيف ما عندي شيء جديد كان سعيد مع أبوي يطيب راسك وانت مع أمه يغششك ليش؟ صح قلت يمكن شافني متوتر حن علي ما يبيك تطلع ما يبيني لا بس أنا عندي موضوع لا تفكر أنا عندي موضوع أسلم الباب اللي انفتح أنا عندي موضوع أنا كنت ساكت عن الموضوع قبل من حليل شوف مع أني مع طويق ولكني أحب الرجال هذا وأحب قل الرجال في طريقة غش صارت بالبرايم حلو وسمع الإجابة خطأ وجاوب خطأ وجاني العلم جاني العلم شو جابك شو وجهه أنا لو بغشي ما حسيت أنا لو أني بغش ولا ما حتيت ابي انكبك منه انا اللي نكبني نكب نفسه هو اللي نكبني فغارتي انا فاضي لا لا انا كيف اغش من واحد خصمي الحين انا توني اذكر كيف اغش من واحد خصمي لا خلك سعيد لا نبي اللي من فريقك انكبك منه وشو اللي من فريقك انكبك منه ركزين والله ما ادري ديني انا ولا ابراهيم في واحد من فريقك انكبك منه اعذروا ساكتين حبيبي بس سب الجمهور بس سب الاعداد والله ما حد ركب دري اللي في خاطر انا ساكتين عادي ما حد بيعلم انت معك حصانه اسبوع عادي فضفض فضفض ما نغش انا فليس منا فضفض معك حصانه انا والله مسكتها والله العظيم انت كلمت حكي معك حصانه لا ترى عليه خصم اذا خصم يجي لك حبيبي قل اللي في عادي لا صدق يقولون مالي حصانه سالت الاعداد يوم ظهرت من البرايم قلت الاسبوع الجاي حصانه قال لا عشانكم اثنين ما في حصانه طيب من غش مو بحصانتين نظري نظري علمنا علمنا ما اللي غشك ما اللي غشك ما نعلم احد والله والله لا علم علم سعيد انت والله العظيم قدامكم تحدوني كذا لو في احد بغششني نقول ولا ذلك بس ما حد غش يا عيال هذا يعترف على طول سوني من خرش ما خرش قبل الكف يعترف ها لا تفضل والله حبيبي انت شكلك ارتحت لنا صح؟ ارتحت لنا ارتحت لنا صرخة ارتحت والله العظيم والله العظيم عادي قل اللي بخاطرك ما راح نضرك ما راح نعلمك ما راح نسوي شيء ابدا شاره وشاره ابليس واحد اعتبرنا من فريق همه عادي احنا وهمه قلب واحد عادي اي شيء تفكر فيه لا تقول تدري الحين وش نقطة ضعف فريق همه الحين عرفناها تدري من هو؟ كله كله نقطة ضعف اسمع تصريح من عندي ابو جديع محظوظ انت فريقك ما يقدرك احنا نبي نطالبك مع فريقنا لا لا بقول لك انا فريقي ترى اسهل مجموعه ناظر ناظر يقول خذوه اللي يعلمك على اول واحد صلوا على النبي انا ما جلست عشانك يا فلاح انا جلست تقدير اول شيء لقائدنا ولجمهورنا صدقته اي صدقته ما جلست عشانك صدقته بليس اللي جنبك صدقته شايفك شايفك انا ما رويت الكلام اللي قلت شوف وجه البراءه شوف شوف هل انا يا ابو جديع زلي انا زيك زيك هل انا قلت شيء غير اللي قال هذا اسمع انت يا كبر انا مالي شغل شيطان انا شيطان صبك كرم ساكت هاي عارفك انا مالي شغل انا زيك زي مرات حمرك شبها بين فريقنا اخنقني اذبحني اصلا ما بالحياه هذا تفاصيل المهمه